سعيد بلقائكم مجددا مشاهدينا الكرام عبر نافذة برنامجكم اليومي بروبليم رياضي للحديث حول ظاهرة عودة اللاعبين المغاربة عبر سيارتهم الخاصة وعوض الركوب مع حافلة الفريق، وكذلك سنتحدث حول قراءة في نتائج مباراة الجولة الثامنة التي كانت مبرمجة هذا اليوم، وكذلك المباريات المبرمجة يوم غد لحساب نفس المسابقة اللي دائما البطولة الاحترافية. ومشاهدي الكرام ينضم إلي لمناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى محلل القناة سي محمد أرمومن. سي محمد مرحبا بك. مرحبا بك خويا رضا. ضرب نفس اللون اليوم. وكذلك للتذكير فقط لكل من اراد ان يشارك معنا في هذه الحلقه المباشره، ما عليكم سوى الاتصال بنا عبر الرقم الهاتفي للبرنامج واللي نذكر به بسرعه 0662 05 048، اكرر مره اخرى 0662 05 048. اذا سي محمد، ربما لاحظتي معنا الظاهره باتت مالوفه لدى مجموعه من اللاعبين المغاربه بعد نهايه كل لقاء، ارتأوا انهم يرجعوا في السيارات ديالهم الخاصه عوض حفله الفريق، عكس كما كنت شاهد سي محمد ربما كان ملزم او حسب القوانين الداخله لكل فريق انك ترجع مع الحافله وتمشي مع الحافله. والى حنا شحال هذه كان تقدر ديرها لا تدخل الاذن، تنظن بان لك تدخل الاذن تكون حاجه عاديه، لان بعض اللاعبين تاخذ الاذن من الشخص المسؤول في الفريق، شي كما تنقولوا حنا تعطي الاذن يقدر يمشي مع واحد العائله ديالو ولا واحد في الاصدقاء ديالو تقدر تكون. دابا تنظن بان بطبيعه الحال تاخذ الاذن مع عند المسؤول في النادي. انا بالنسبه لي قبل المباراه هي لي مشكله كبيره، اما بعد المباراه تنظن بان تكون داك الشيء تكون داك الشيء بين المسؤول واللاعبين، تيقدروا يقولوا ما حنا غنمشيو بالسياره ديالنا اما قبل الملعب اما جا عندهم شرطيق ديالهم، تكون حاجه عاديه. هي المشكله هي قبل من الماتش، تنظن بان ما غتكونش مع مره كانت، لان قبل الماتش هو اللي مهم لانك تستناك واحد المباراه، ولكن بعد المباراه تنظن بان ما يمكنش شي لاعب كما تنقولوا حنا يمشي بوحدو بلا ما يقول للناس المسؤولين، حنا الناس المسؤولين هما كما تنقولوا هما اللي نقدروا يعطوك الموافقه ولا لا. اكيد كنعرفوا ان المدرب هو اللي كيكون يتراس البعثه، واي لاعب يعني بغى يرجع في السياره ديالو كيطلب الاذن، لكن الغريب اللي اصبحنا كنشوفوا اليوم ما بقيناش كنشوفوا اللاعب واحد هو اللي كيطلب الاذن عند واحد الظرف خاص كيمشي في السياره ديالو، انما كنشوفوا بعد نهايه اي مباراه، ماشي غير الانديه اللي كاينه في الدار البيضاء، اي فريق ولات ظاهره مالوفه كيهز الطوموبيل ديالو، سواء كان الفريق مدخل ولا خارج. كاين مثلا كيولي بحال دابا مثلا فريق لاعب في واحد المدينه ماشي مدينته، كيطلب واحد صاحبه وكذا كيمشي كيوصل للطوموبيل ديال المدينه، باش ملي مش ملي كيسير الماتش ما كيرجعش للفرقه ديالو، كيمشي للمدينه اللي ساكن فيها هو، مثلا لاعبو كازا مسكين فاس ما كيرجعش لفاس، كيمشي لكازا بطوموبيلته. وتنظر دابا وكاين اللي كيوصل للطوموبيل. وتنظر دابا ان تنظر قبل من كورونا ما كانتش بزاف بد الحده بزاف، تنظر بان غياب الجماهير حتى هو كما تنقولوا سهلت الماموريه شويه، لان الجماهير ما تتحضرش، يقدروا يجوا العائلات ديالهم يقدروا. تنظر بان الغياب ديال الجماهير حتى هو كما تنقولوا حنا سهل بزاف ديال سهل الماموريه ديال اللاعبين، لان بعد المباراه كاين اللاعبين اللي تيسكنوا في مدينه اخرى، كاين اللاعبين اللي تيكونوا بعد ما تقرب الملعب كيتجوا الاصدقاء ديالهم، فاش ما تيكونش الجمهور تتكون بسهوله. ولكن انا كما قلت لك في الاول انا ماشي ضد، ولكن انا مع تاخذ الاذن عند الناس المسؤولين، تكون خادي بانك ماشي ما خارجش غاضب ما خارجش كاعي وما عندكش ما دير شي مشاكل، باش انك كما تقول تخلي الحافله تمشي بوحدها وتكون طالع لك الدم كما تنقولوا حنا وتتكم تضرب في الناس وتزيد. ولكن تنقول بان الا كان من عند الناس المسؤولين تظن ان حاجه عاديه، هي قبل من المباراه اللي الحمد لله ما كايناش، لانك خصك تكون جاي مركز مع المجموعه. اكيد ان قبل اي لقاء سي محمد فيمكن لاي لاعب وماشي غير اللاعبين حتى الاطقم التقنيه ان يمكنش ليها تغادر مقر الاقامه اللي هو الفندق قبل بدايه او انطلاق اللقاء. هذا ماشي موضوع، هذا موضوع حتى انا فاش حتى انا كانت تتوقع لي بعض المرات نكون لاعبين في شي مدينه ولا في الرباط، هذيك انا كنت بعض المرات تنعطي شي واحد شخص يجيب لي السياره ديالي فاش نكمل المباراه، تنقول اللهم تمشي تما هادشي اللي قلت لك ترجع حتى الرباط باش تجي لكازا، ترجع للسلاعه ترجع عاوتاني، يعني تتكون باذن من عند الناس المسؤولين. اكيد شوف هذه ماشي ظاهره ما نصنفوهاش من الظواهر سيئه او سلبيه، غير وربما ان ديك القضيه كنا كنشوفوا مثلا الرجل الوداد ملي كيمشيو يلعبوا في مركب محمد الخامس، فقبل ما يدخلوا لوطيل كانوا جميع اللاعبين كيركنوا السيارات ديالهم في ملعب الوزيز. انا علاش قلت لك تحطهم في الوزيز كيمشيو للوطيل مع الكار كيلعبوا الماتش كيسالي المباراه كيبقاو مع الجروب، حيت كنعرفوا
ان ديك المده ديال سواء كنتي رابح ولا خاسر ولا متعادل، فالمدرب تيكون محتاج بعض المرات يدوي مع اللاعبين ديالهم في الحافله قبل ما يمشيو لدورهم. وتنقول لكم انا اللي سالت الماموريه هو غياب الجماهير ومسالت الماموريه، ولكن تنقول بان اللاعب المدرب هو تعطيهم الموافقه. المدرب ما يقدرش معك في الكار بعد الهزيمه ولا بعد الانتصار، تنقول حتى الحصه التدريبيه الاولى. تنقولوا بان الحاجه اللي ولات دابا جديده هي ولاو بزاف ديال الصحفيين، ولات بزاف ديال كما تنقولوا بزاف الصفحات، بزاف ديال ولات كما تنقولوا هادشي الاعلام المرئي، ولا كما تنقولوا سلط الضوء على الدائره هذه هي اللي ولات بزاف. ولكن تنظن بان ماشي جديده، راه كانت مش حال هذه دابا كما تنقولوا، ولا كما تنقولوا مسلط على الضوء بزاف. صح، غير بعد كاين اللاعبين اللي كيمشيو في السيارات ديالهم، وكاين اللاعبين اللي كيتسناو سياره اجره سي محمد، وهذا الشيء اللي ربما علاش قلنا هذه الظاهره ما يعاب عليها هو ان اللاعب كنعرفوا هو تيكون النجم في الفريق ديالو وتكون معروف لدى الجماهير ديالو، فبالتالي ربما كيتحرج منك تخرج الشارع، فكتولي انت امام جماهير. ماشي كورونا، راه الظاهره كانت قبل كورونا، كنشوفوا اللعاب كيبقى يتسنى، كيتجمعوا ليه جماهير، كيتجمعوا ليه الصحفيين، كتخلط الامور، كنعرفوا اللعاب هز حويجاته مسالي الماتش سواء خاسر سواء رابح، وكيتسنى كيتسنى طاكسي ولا سياره اجره تجي عنده. هادشي اللي ربما يعاب لهاد الظاهره انك تمشي بوحدك وتمشي مع الكار. وهي انا معاك، ولكن شتي معنا هاد الفيديوهات. ولكن تنقول بان اللاعب ديما تيبقى بانه لاعب ولد الشعب، لانه مولي في هذا العالم. ولد الشعب متفق معاك، مع الجمهور ديالك راك بعض المرات مثلا هنا المستوى الدار البيضاء، مثلا كتلعب مثلا الرجاء، الدار البيضاء فيها موجهين رجويين وداديين. وبعض المرات تقدر شي واحد كعرف كاين شي واحد متعصب يستفزك. انا معاك. يقدر يستفزك غادي في الشارع يبان له انت خارج يستفزك. يقدر يكونوا بزاف ديال المشاكل تيوقعوا، الحمد لله ما فيش موقعوش، ولكن تنقول لك بان فاش تكون خايب ما رجعت نفس السيناريو بانك هادشي دابا اللي ولا ديال اللاعبين ولا هادشي لان تسلط عليهم الضوء بزاف، ولاو كما تنقولوا مشكورين انتم الصحفيين تاخذوا كل صغيره وكبيره بعد المباراه وهذه. ولكن تنظن حتى فاش كانوا الجماهير اللاعبين ما تيخرجوا في السيت تيخول كما تنقولوا جنابات الملعب. والله العظيم اسم محمد لكن شي جمهور والتاكيد دونر كيطفي الضوء كيطفي الضوء تبقى مازال كتسالي علاش حب حب صاحبي الفريق راه انت عشت اسم محمد لكن شي ناس انا باش لي ارمو ما نخرج والله لا مشي ناس. انا مذكر في واحد المشجع والله العظيم راه رجاويه معروفه وعزيزه لي والله العظيم حتى كيمشيو لاخر لاعب ديال الرجاء علاش كتمشي. انا معاك، انا فهمت انك انا معاك ان كاين جماهير تيبغوا الفريق، ولكن ومراه كبيره ما ماشي مراه كبيره، ولكن تكون الكثافه ديال الخروج الاول ديال الجماهير. انا تنقولوا بان بالنسبه لي انا حاجه عاديه، هي تنظن بان ما يخرجش اللاعب كما تنقولوا ما لعبش يا ما لعبش مزيان يا مداري تغير المدرب تيخرج بوحده ويكون مقلق، هذيك اللي شويه كما تنقولوا تطوح شويه الحرج للفريق وحتى اللاعب. ولكن فاش تكون موافقه تيبان لك بانه خارج قدام اللاعبين الاصدقاء ديالو. انا تنقول بان عاده قديمه جديده، ولكن دابا تسلط على الاضواء، وغالبا ربما اكيد تسلط على الاضواء في ظل التواجد مجموعه من التطبيقات ومنابر اعلاميه ومواقع التواصل الاجتماعي اللي اصبح يوثق كل صغيره وكبيره. كنا هو اللي بقى الدور بحال هكا صافي حاجه متديره خصك تشوف. وشوف نمشيو سي محمد وناخذ الراي ديال الجمهور الكريم اللي كيتابعنا عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف ديالها موقع التواصل الاجتماعي، نشوفوا الراي ديالو شنو قال في هذه القضيه. هذا او فاطمه الزهراء تقول السلام عليكم او عبد المطلب ولو تقول في التدريب يمكن للاعب ان يستعمل السياره ديالو، لكن اثناء المباريات غير مقبول والزامي ان تكون ضمن حافله الفريق. هذا لك الكار غادي فاش تكون لاعب قبل المباراه. انا معاك، انا قبل المباراه تمشي مع 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 الفريق ديالك لانك تكون في واحد المعسكر، تمشي بانك تكون كونسونطري بزاف الاشياء اللي الاعمال اللي تدير قبل المباراه. ولكن من المباراه تنظن بان العاده تقريبا راه تشوف العالم كله حتى فاش كتشوف الدوريات الاوروبيه فاش تجيو بالسياره ديالهم حتى لارضيه الملعب، الا كانوا لاعبين برا الملعب ديالهم تيجيو السياره للنادي ديالهم تيحطوها وتيمشيو بالكار وديهم كما تيقول لك انت. اي هذه مقبوله، هذه عاديه، ان هذا الشيء راه عادي. احنا راه هذا خصو يكون ماشي مقبول، هذا الشيء خصو يكون خصو يكون. احنا مثلا جي الناس شوف الفرق ما بين الدوريات الاوروبيه، وحنا مثلا في ريال مدريد برشلونه كيجيو كيحطوا في الكامب في التيران الكبير ديالهم كيحطوا السياره، ولكن لا في التيران ديالهم كيحطوا في الوازيس لا ولا كيحطوا في ملعب بنجلون. امتى تيدوا السيارات ديالهم تما؟ يعني كانوا خارجين من الملعب ديالهم. إيه. ولكن كان في الملعب ديالهم تيدوا السيارات حتى الملعب ديالهم حتى الملعب غيلعبوا فيه المباراه كاع. لان شوف احنا عندنا الظاهره اللي عندنا تقريبا احنا في المغرب ولا في الدول شمال افريقيا هي اللي عندنا ديال اللاعب يبات في الفندق، ان في اوروبا ما كاينش هادشي غير لك لاعبين برا الملعب ديالهم والمسافه بعيده عاد تيباتوا في فندق، لك المسافه ديال ساعه ولا ساعه الا ربع تنظن تيبقاو في المنازل ديالهم وتيجيو، لان هذوك اللاعبين المحترفين حنا خصنا نوصلوا لهذ المرحله لان اللاعب
تقول شحال الناس بغيت لا اللاعب، ما اللاعب اللي تيبغي المشوار ديالو يطول خصو يكون هو مهتم براسو، لا جلس في داركم خصك تعرف عندك مقابله وتنبور عاد فين دير في الدوري الاوروبي. انت انا تنحاسبك وسط ارضيه الملعب. حنا دابا عندنا كما تنقول عندنا مشاكل ماديه وبزاف ديال الاشياء، ولات عندنا عاده في المغرب قبل المباراه خصبات في الفندق، ولكن في الدور الاوروبي راه الناس ما تيباتوش. وراه هذا هو اللي خصنا نوصلوا ليه سي محمد، ان اللاعب المحترف اولا راك محترف في العقليه ديال، شوف ربما حنا ما كنحقروش العقليه ديال اللاعب المغربي، وانما مازال ما وصلناش للاحتراف بما تحمل كلمة من معنى. فمن كنت تحدث عن اللاعب الأوروبي فنحن نتحدث اسم محمد بكل صراحة عن لاعب محترف في النوم ديالو، في الأكل ديالو، في المعاملة ديالو. فاللاعب المغربي ربما الأندية كتخاف، راه كاين أندية اللي عندها لا كريز اسم محمد، عندها أزمة خانقة، وكنعرفوا أن الفندق يكلف مصاريف ومبالغ مالية للأندية. دابا المشكل اللي عندنا في الدول الاوروبيه، حنا تعرف بان في اوروبا مازال كما تنقولوا عندهم العادات ديالهم، حنا العادات ديالنا بتعرف ولاد الشعب هنا بواحد ساكن في حي شعبي يقدر بالليل يقدر يمشي يدخل يضرب واحد السوسيس. احنا السوسيس راس الدرب السوسيس راه كلنا ضاربين. تنهضر لك انا تنقول لك حتى في الحي تيكون حي شعبي تقدر تنعش مزيان، تقدر الضوضاء عندك في الدرب زوينه الضوضاء هذه عاوتاني انستر كل الصداعي كل المشاكل في الدرب عندك تقدر ما تنعش. هادشي اللي تناقضوا لان تتيفيتي هادشي ديال الاحياء الشعبيه والناس الصداع وشي تجيب الفنادق. ولات عندنا عاده ان اللاعبين خصهم يدخلوا قبل المباراه باش تكون واحد المباراه باش نتفاداو هادشي، باش نتفاداو الاكل مثلا كما قلتي تاع الزنقان تاع الدار. ما كاينش واش دابا انت داركم اسمها من كون تلقاو داركم جايبين طاطا مال زوين جايبين القرده بين مطوبتي لا جايبين وحاطين واحد الوجبه اللي غنيه بالدنيات وغنيه مجموعه من الامور اللي ما كيحتاجهاش اللاعب، واش غترجع ليه بالدار واش غتقول لي لا؟ لا ما نقولش لا. وراه تي علاش قلتي كون قلتي لاعب محترف بس ما تقول لي لا؟ كان مغربي ما نقولش لا شي حوايج. راه تي علاش دابا الانديه كتجمع اللاعبين ديالها قبل الانطلاق المباراه بيوم واحد، واخا التكلفه كتكون كبيره. كنعرفوا ان مثلا النادي قبل ما يمشي للوطيل فاش يكون واحد مسؤول او اداري كيمشي للفندق تقول لهم لاوروبا بتنسيق مع طبيب الفريق تقول لهم في الفطور شنو تحطوا لهم. انا راه معاك ابو حوت، ولكن هذا راه نهار راه اللاعب راه خصو يكون محترف في السيمانه كلها. صحيح راه تي خصو يكون في اوروبا. حنا عندنا اللاعب محترف راه ملي كيمشي يسير لونطريمون كيهزوا اللاعبين كاملين كيديهم السونتر يتغداو واحد الاكله اللي كتشري كيبيري لهم. حتى حنا في المغرب تيديروها، حتى حنا في المغرب تيديروها، فرع تيديروها بزاف فرع تيديروها في المغرب تيكملوا يوميا شي يوميا جمرة في السينما. اي انا كنت شوف انا كنت فرجع ابن بلال، انا كنت فرجع ابن بلال والله العظيم بصراحه رفقه المكتب اللي اشتغلت معاه السنه الماضيه اللي كان كتراسه السيد محمد عفيف، فكان كيخصص كل يومين من الاسبوع وكيدينا الطاقم كله التقني وكل شيء كيمشيو لاحد المطاعم الخاصه هناك بمدينه بني ملال وكي بتنسق مع طبيب الفريق هو اللي تقول لهم شنو خصهم ياكلوا. ولكن واش القضيه كدار؟ علاش ربما الرجل الرئيس اللي كان في بني ملال حنا ما كنرشوش عليه الورد، انما كان عايش بزاف في ايطاليا، خدا مجموعه من الامور بدوله ايطاليا، رجل محترف، داك الشيء حاول جابوا للمغرب. ولكن السيوله الماليه محمد هي العائق. شوف هذا السيد تنقول بانه راه حنا كنا تنديروا هذا الشيء قبل من سنوات، كنديروا في الفرق المغربيه وكي كديروا في المده اللي قليله يومين ثلاث ايام عاد تمشي للفندق. ولكن انا تنقول بان اللاعب محترف هو اللي خصو يتهلا في راسو. راه مره الشهيوات راه خصك تاكلهم، انا راه معاك كل ما تكثرش منه ما تحرمش راسك. الشهيوات هذيك الماكله في الوطن ماشي شهيوات. حتى الشهيوات ديالنا حاب واحد الشهيوات. انت كدوي على التقليه صوصيص. لا ما تهضرش على هذا الشيء، تنقول لك بان لا لاعب محترف كنا انت تتعرف ما انت محمد كتكون الناس كلش عارفهم سيدي عجمان، وكنعرفوا الجنابات ديال سيدي عجمان وهذوك الاصحاب تجيك الجوع قبل ما تجيك الجوع مأكولات او السندويشات الخفيفة ها مع دايزك دوزيام بوزيسيون راه واحد الجوج ولا شوف والله العظيم هادشي اللي كيأثر كيأثر علينا محمد على اللاعب. الحمد لله دابا شوف الحمد لله حتى اللاعبين مازال حنا في شويه كنا كما تنقول لك حنا انا كنحترم بزاف ديال الاشياء ما تناكلهمش نحرم راسي بزاف ديال الاشياء وكنا تنديرهم ماشي انا بزاف ديال اللاعبين. دابا تنظن بعض اللاعبين ولاو واعيين لان قلال ولات تشوف هذا الشيء هذا في المغرب لانه ولاو تدارب كما تنقولوا ولاو تياكلوا في الملعب وفي اوروبا سي محمد اللي كيداول زعما ان ربما كيسمحوا لبعض اللاعبين انهم احنا اكيد الحمد لله الاسلاميه ما نديروش الخمر، ولكن في اوروبا كيستعملوا اسم محمد. انت لعبتي في بلجيكا؟ لا ما عرفتش. لعبتي في بلجيكا؟ لا نقول واحد القضيه خاصه. انا ما نقولش هذا كاين لعب في بلجيكا ولا ما كاينش. في بلجيكا. البطوله ديال بلجيكا مسميه بهذا الشيء. البطوله كلها.
قلت لك شوف الفرق بينه وبين اوروبا لعبت انا تنقول الفريق اللي ماشي كبير في اوروبا فريق اللي عادي كيبقى اوروبي نقول لاعب محترف تجي مع 8 الصباح خصك تكون في التيران 8 ونص تتفطر تما تتجلس تتريني مع 10 وتتغدى تما وتتبقى متكي تما حتى 4 و 9 هذوك الغداء هذوك الغداء ماشي شي هوات هذوك الغداء راه فيهم اسم محمد في ديك الغداء راه فيه شي حوايج اللي خاصهم يتكالوا بعد بعد اي حصه تدريبيه كل المحترف المعيشه ديالو كيدير يوميا 8 السوايع عندك في التيران تتخرج من عندك الحق تخرج تجي في الصباح عندك الوسائل الراحه عندك تما بغيتي تلعب بغيتي تتكا بغيتي تنعس تتسالي مع داك تتسالي ثاني الغداء تتكا عاوتاني مع 3 ونص توجد بانك تري مع 4 6 تتسالي 5 ونص عندك 8 سوايع في النهار خصك تكون في النادي انت خدام عنده في النادي يعني هادشي باش اللاعبين تياخذوا كما تنقول اللاعبين المحترفين تياخذوا كم بزاف الاشياء في الملعب حنا في المغرب باقي ما وصلناش للمرحله الحمد لله نتمنوا ان نوصلوا لها ولكن تنظن بان هاد اللاعبين اللي طالعين دابا تنظن بانهم عارفين بان الصحه ديالهم القدرات البدنيه ديالهم الى غتلعبوا في الملعب تنشوفوا دابا الحمد لله راه مقدرش داكشي اللي كنا تنشوفوا شحال صحيح ونتمنوا ان المسؤولين المغاربه شوفوا ربما حنا خرجنا شويه على الموضوع لكن غادي نرجعوا ليه نتمنوا المسؤولين المغاربه ماشي صحيح كاين المشكل ديال الماديات ولكن انت كمسؤول مغربي ولا كمسؤول في نادي مغربي فخاصك اسم محمد تبحث على يعني سبونسور اللي يكون خاص يقابل لك الفريق اللي كبرومي والاكل ديالو بعد اي حصه تدريبيه ويامن لك مثلا لوطي راه سيدي ما يامنش لك لوطي يامن لك هاد القضيه ديال الاسبوع من الاثنين كيبدا لونطريمون مثلا من الاثنين الجمعه والسبت كاين ماتش والحد اوف اسيدي من الاثنين حتى الجمعه انت اللي غتكلف ليا بواحد 26 لعاب والطاقم ديالو مني سالي لونطريمون بالاكل ديالو واش دير في العشاء لا اتوك حتى لونطريمون سيدي حيدك لونطريمون شوف لونطريمون بنادم راك التالي شوف انت سي محمد دابا انت سي محمد كتعرف كل نادينا في المغرب ماعادش كتريني كاين اللي كتريني مع 8 كتريني مع 10 على حساب المدرب كاين اللي كتريني مع 12 مع 2 كاين اللي كيدير ساعه ونص كاين اللي كيدير 3 سوايع كاين اللي في الصباح كاين اللي في العشيه انت سيدي غير مور لونطريمون هذاك الاكل اللي مور لونطريمون راه مفيد جدا راه هي شوف تتبقى الاحترافيه ديال اللاعب كل لاعب تنقولوا اللي كما تبغي يطول في المشوار الرياضي ديالو هو اللي كما تنقولوا تيدا بزاف ديال الاشياء تيتبع الراحه ديالو راه تقدر تاكل وتمشي وغدي وكاع تمشي ما ترتاحش في الدار عندك تخرج للشارع تبقى الدور كما تنقولوا حنا ولكن تنقول لك بان لك اللاعب الا كان لاعب محترف العقليه ديالو تنظن بانه هو اللي تيفكر في المستقبل ديالو صحيح ان اللاعب هو اللي كيفكر في المستقبل ديالو سي محمد ونتمنوا ان كما قلت لك العقليه الاحترافيه نوصلوا لها كنعرفوا احنا الدوري ديالنا هو اسم ديالو دوري احترافي لكن ما تبقاش غير مجرد اسم تتكون على مستوى الممارسه لمسوا الاحتراف ونمشيو مره اخرى سي محمد ونتفاعلوا مع بعض التعليق ديال المشاهدين الكرام عبر الصفحة الرسمية اللي قناة شوف تيفي الموقع التواصل الاجتماعي عبد الرحيم سي محمد تيقول ومن يستعمل سيارة أجرة ماذا نقول له؟ هادشي اللي كيستعملوا قال لك زعما كاين سيارة أجرة اش غادي نقول لهم؟ هذا اللي قال لك مازال اللي كيمشي في السيارة زعما راه اوكي واللي كيمشي في اللي مشي تاكسي ولا تنظن ما عندنا ما نقولوا ليه شوف هو كما تنقول الخيار ديالو كان هو على سيارة الأجرة تقدر ما تكونش عنده السياره تقدر بزاف ديال الاشياء انا ما تعرفش هادشي ولكن تنقولوا انا لا فحال سياره الاجره فحال سياره عاديه تنظن اول حاجه خص الاذن من عند المسؤول اكيد وما تخرجش بدون اذن بعض المرات الى المشكله مشات توقع الى واحد اللاعب كان نرفز وغضب ما دخلوش المدرب وخرج ما يقول المدرب ومشى بوحدو ركب الطوموبيل داك تيكون مشكله كبيره ولكن فاش سال المباراه لو تاخذ الاذن بحال السياره الاجره بحال السياره ديالك الله يجيب الصحه والسلام هذا هشام صديق البرنامج يقول المهم اللاعب ميفلتش اي حصه تدريبيه اما خارج التدريب حياته هذيك غير ما يستعملش شي حاجه بحال التدخين مثلا حنا تنقولوا لان اللاعب المحترف خصو يعرف المصلحه ديالو لان الكره هي كما تقولوا المدخل اليومي ديالو مدخل العمل ديالو كما نقولوا تنظن بان الصحه هي اللي تعطيك في ارضيه الملعب الا كنتي مهلي في راسك ولاعب بروفيسيونيل في راسك تمشي بعيد في الكره لان في الملعب راه تكون عندك الكره في رجلك والسترخاوي راه ما تلعبش في الكره اكيد السترخاوي مزيان استرالاتي لا حد ديال الكره شوف انا بداك كنستغرب بعض اللاعبين اللي كيستعملوا مثل هاد الامور هادي فاللاعب كيعرف ان سي محمد الاول المشوار الكروي ديالو قصير او الحياه تاع كره القدم مده العيش تاع اللاعب في كره القدم هي قصيره بزاف وخا يلعب لا سطات راه شحال غادي يلعب 20 سنه 14 فاولا كيلعب بالجسد ديالو كيلعب بالرئتين ديالو كيلعب بالصحه ديالو ف
فكيف يعقل انك انت كتستعمل هذا الامر كله وكتخرج عليه؟ هي المشكل اللي تيوقع هي واحد عامين 3 سنين فلاش صغيره تقدر تلعب تقدر هذا الشيء تحمل كما تنقولوا تكون داك الجهد ديال الانسان تيكون السيد كما تنقولوا مدريني فيزيك مو مزيان ضعيف جدا عامين 3 سنين ولكن تنظر فاش توصل 25 26 عام كما تنقولوا حنا تيبدا يبان الغش في ارضيه الملعب تتشوفوا ما قادش يجري فيزيك مو خايطرين هذيك الساعه والتدريب تنظر بان الذات ديالو كلها طلعت صالي انني ما وجدتهاش لهذا السن هذا. صحيح. اذا بعيدا عن هذا الموضوع ونتمنوا ان نرجعوا ليه هو صحيح موضوع شيق ويستحق النقاش نرجعوا نتحدثوا عليه في حلقات اخرى ولما لا يكون معنا شي ضيف اللي اهل الاختصاص وتحدثنا على هذه القضيه سي محمد. واكيد انا غادي نتحدثوا في الجزء الثاني من البرنامج حول مباريات الجوله الثامنه لحساب منافسه الدوري الاحترافي. جوج ديال المباريات محمد تلعبوا اليوم اللي جمعوا بين حسين اكادير ونادي الزمامره ويوسف برشيد وسريع واد زم. غنبداو بالمقابله اللي جمعت حسين اكادير بنادي الزمامره واللي عرفات فوز حسنيه اكادير وهزيمة نهضة الزمامرة الثالثة على التوالي. ربما الأمور لا تبشر بالخير هناك بنهضة الزمامرة. وتنظر بأن النتائج هي تعطيك كما تنقولوا تعطيك المواقف اللي غدوا عليها ثلاثة الهزائم متتالية تنظر بأن ناقص الخطر مثيرا عند الزمامرة لأن الوقت ديال حصد النقاط إلا ما حصدتش النقاط في هذه المرحلة هذه تنظر بأن في الرجوع غتمحن وتمحن بزاف. تنظر بان الزمامره خاصها ترجع الاوراق ديالها. مدرب جديد فهامي خالد فهامي تنظر بان فهامي تنعرفوا انا بانه الشخص اللي عملي وتيبغي يشتغل تنظر بانه خد الفريق بواحد الوقت اللي ماشي طويل يلاه تنظر واحد الشهر تقريبا خد الفريق العمل ديالو ما غيبانش ولكن تنظر النتائج ماشي في الصالح ديالها. بالنسبه لحسنات اكادير تنشوف بان مره طار عامرها قد نتائج متذبذبات تقول بان اول فريق لقى السكه الصحيحه ديالو فاز اليوم بالمباراه تنتمنى بانه يتم غادي بخط تصاعدي ما يرجعش عاوتاني للوراء لان المباراه واخا فاز حسنات اكادير ما كانش ديك المباراه الكبيره المباراه اللي كانت كما تنقول المستوى متوسط ماشي المستوى ديال الفريقين ماشي مستوى كنشوف على حسنات اكادير. بالنسبه للزمامره تتمناو ان شاء الله بانهم يراجعوا الاوراق ديالهم لان في البطوله الوطنيه اللي ما جمعتيش واحد الحصيله في المباراه ديال لاليغا تمحن في الرجوع. صحيح. وربما حسنات اكادير ما بين الانديه اللي ربما بدات كتستدرك النتائج السلبيه اللي حقوها مع انطلاق البطوله الاحترافيه منير شبيله والعمل ديال منير شبيله. حنا كنا ضد هذا المدرب مع انطلاق البطوله وشيء طبيعي لان ما كانش كما تنقولوا كما كنقولوا اللاعب ما كانش في نهارو فتشابيل ما كان ما 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 تعادطاش مع الجو تاع اكادير مع بدايه البطوله ولكن ربما منير شبيل المدرب السابق لسريع واتزم استفاد من توقف البطوله الاحترافيه وربما لقى الخطه ولقى المفاتيح اللي قدر ان يجلب منها انتصارات. فبعد انتصار كبير حققه حسنات اكادير على المغرب التطواني في الجوله الماضيه يزكي الصحوه ديالو حسنات اكادير بفوز صغير بميداني على فريق كما قلنا نهضه اتلتيك زمان. وتنظر ان ما نقدرش نقولوا بان العمل دار 100% لان خصك تشوف ما توالي الدورات تشوف فريق اش يبقى في نفس المستوى ولكن دابا تنشوف بان الوقت التوقف ديال البطوله تنقول بانه اشتغل في اريحيه بيعرف بزاف ديال الاشياء اللاعبين ديالو تنظن دابا بان خصنا نشوفوا الاستمراريه في حسنات اكادير لان الا خدينا لاعب بلاعب تنقولوا من اجود اللاعبين اللي كاينين في المغرب. صحيح. وفريق حسنات اكادير كيضم تركيبه بشريه متوازنه ما نقولوش قويه انما متوازنه فهو جل العناصر الاساسيه ديالو مشاو خلال الميركاتو الشتوي وكذلك الصيفي الماضيين. نتمنوا ان حسنات اكادير كنعرف هو فريق كان قد تالق الموسم الماضي على مستوى المشاركه ديالو في كاس الكونفدراليه الافريقيه. اليوم حسنات اكادير كان يتدين سبور الترتيب لكن مع الفوز في المباريات فبدا كيتسلق سلم الترتيب والان ربما كيتواجد في متوسط في جدول الترتيب واكيد بقى عنده 22 دوره فيمكن يدي بطوله محمد مشاغر. وتنظر قلت لك انا بان في الترتيب ديال البطوله الوطنيه في التنقيط ديالو ما تقدرش تضمن اي فريق اليوم تيبان لك فريق في مقدمه غدي يبان لك في وسط الترتيب غدي يبان لك في المؤخره لان النتائج متقاربه في الكره المغربيه ما تيبانش واحد الفريق اللي تيفوز واحد 6 مباريات متتاليه ولا 7 باش يفوت للخصم ديالو ديما تيبان لك مباراه
فايز جوج مباريات فايز شويه تعادل شويه هزيمه، يعني تبقى ديما النقاط متقاربه، تقدر حتى الدور 27 تكون الاخر ديال البطوله في المغرب، لان ديما تبقى التقارب بزاف بين اللاعبين، تبقى التسعود ديال النقاط اللي بين الفروق، لا بالمقدمه لا بالمؤخره. تنظن بان في المغرب خصك تبقى تامن بالدوره ديالك الاخر دوره من البطوله. صحيح، واكيد ان عامل كبير ينتظر في المقابل نهضه الزمامره رفقه الاطار الوطني خالد فهامي بعد ما تالق كحارس. نتمنى له كل التوفيق في تجربه جديده كمدرب، ونتمنى ان فهامي ربما يلقى خلى رشيد طوسي نواه ديال نهضه الزمامره، ولما لا يستدرك كذلك كما استدرك منير الشهبي مدرب حتى اكادير. الامور قبل فوات الاوان، كنت نعرفوا ان نهضه الزمامره توفر على ملعب جميل خاص به، توفر على مدينه جميله تنتمي الى عصبه دكاله، ينحدر من مدينه رائعه خميس الزمامره، وكذلك يتوفر على من بين ابرز لي سونتر سبورتيف في المغرب. اسمعنا وتنقولوا بان ما نقدروش نلوموا المدرب خالد فهامي، لانه يلاه دابا ثلاثه دورات باش شد الفريق، واخا ما كاينش واحد النتائج، يعني العمل ديالو ما يظهرش دابا، لان العمل ديال المدرب خصك واحد الاشهر شهرين ثلاث شهور على الاقل باش يبان لك شويه ديال العمل ديالو، شويه ديال على ارضيه الملعب، تشوف الوقفه ديال اللاعبين، تشوف التاكتيك ديالهم. دابا ما نقدرش نحكموا عليه، ولكن تنقولوا بان النتائج اللي غنحكموا عليه، انا كشخص ما نقدرش نحكم عليه، ولكن في المغرب حنا تنعرفوا ديما السؤال الاول اللي تنقولوا اش داروا، شنو هي النتيجه، ما تنسولوش على الاداء، لاننا حنا كما تنقولوا الكره القدم تتعول على النتيجه هي الاولى عاد تنقلبوا على الاداء. دابا النتائج كما تنقول ماشي في الصالح ديالو، ولكن تنظن بان خالد فهامي من دوك الناس اللي تيبغوا التحدي، ناس السيد اللي كما تنقولوا عنده ثقافه رياضيه كبيره، تنظن بانه تتلقى بانه هادي الان وغيشتغل مع الفريق ديالو. ها هي دابا خصك تعرف العقد اللي بين خالد فهامي ورئيس النادي ولا النادي ككل، واش النادي نلعبوا على البقاء ولا نلعبوا على وسط الترتيب. خصك تشوف دابا البنود ديال العقد اللي كاينه مع المدرب، الا كان داير معهم بان غنصوب فريق، تنظن خص العمل ديالو يستمر، لان خالد فهامي تنظن بانه يقدر كما تنقولوا اللمسه ديالو تبان في الفريق. واكيد نتمنى كل التوفيق لخالد فهامي ولفريق نهضه الزمامره في باقي الجولات. مباراه اخرى كانت قد برمجت عن الجوله الثامنه واللي انتهت قبل قليل من الانس محمد، تلك التي جمعت يوسفية برشيد الذي عاد في لقاء كبير امام سيريا وازم بعدما كان متاخرا في النتيجه بهدف دون مقابل. يوسفية برشيد من بين ابرز الانديه التي استفادت اكثر من توقف البطوله الاحترافيه، فالفريق لم ينهزم منذ سنه في البطوله الاحترافيه بعد تتويج المنتخب الوطني المغربي المحلي بكاس امم افريقيا للاعبين المحليين. ومباراه كانت تنافسيه بين الفريقين، لان ما قدرنا نعرفوا الفريق اللي غيفوز اللي ينهزم كما تنقولوا في المباراه، لان كنا تنشوفوا الريتم طلع في المباراه، سجلوا الفريق برشيد بقى تيقلب على الهدف ديال التعادل، ما سجلش الدقائق الاخيره من ضربه جزاء، ولكن تنظن بان من اجمل المباريات في الدوره هذه، ان كان فيها واحد الريتم، كان فيها تاكتيك، مو شفنا بزاف ديال الاشياء في هذه المباراه. تنظن نتمنى بان كاع المباريات يدوزوا بهذا الريتم، مباراه اللي نقولوا بان كما قلت لك في الاول، مباراه اللي قويه، المباراه اللي جميله، كانت مفتوحه بين الفريقين. برشيد تنقولوا امنوا بالقدرات ديالهم حتى الاخر رمق من المقابله وشلوا هدف التعادل، ولكن تنظن بانه مباراه من احسن المباريات اللي دازت في الدوره. صحيح، وشفنا كذلك ربما اداء كبير قدموا سيريا وازم في المقابل للمنفصل حديثا عن الاداره الوطني يوسف فرتوت، فربما وازم كان باغي يمشي في هذه القاعده ديال بعد كل اقاله مدرب خصنا نربحوا الماتش. القاعده عندنا في المغرب كلها، في المغرب خص لك الراديو طفي ويشعلوا يعاود يخدم، بغيتي تروح الفرقه تزيد لقدام بدل المدرب، وسبحان الله تتصدق سبحان الله كيمشي المدرب سبع لك ها هو اللي راه هو اللي كملوا المشكل جمعه ثلاثه شويه يرجعوا عاوتاني للعاده ديالو. تنظن بانه قبل المباراه اليوم كبيره، مباراه كما تنقولوا كانت بطوليه، ريتم كان في المباراه، يعني تنظن بانها من احسن المباريات اللي عندهم هذه السنه. صحيح، ونتمنى كذلك من سيريا وازم كل التوفيق. شان يوسف برشيد جوج ديال الفرق اسم محمد ربما من صعدوا للقسم الوطني الاول ما نزلوش، نتمنوهم انهم يستمروا. جوج ديال الانديه ربما اللي متقاربين جوجهم، يعني طريق واحد لوطروش وحده برشيد وانزم، طريق من الملال عندهم نفس السيد نفس السيد جو اسم محمد. برشيد ملعب خاص، ملعب كذلك برشيد عنده ملعب خاص، نفس الكليمه ونشوف الحراره، كان فوق الحراره في برشيد، حراره في وازم، جوج الانديه كيتشابهوا
اجد الانديه عندهم مجموعه من القواسم المشتركه، تمنهم انهم ربما يحافظوا على المكانه ديالهم هذا الموسم في القسم الوطني. القاسم المشترك اللي عرفتك تدوز في البناء تما. ها؟ تدوز من تما لبناء. من البرشيد انت غادي، برشيد اخرى يبقى. هذا هو القاسم المشترك بيننا. شوف ان لا نقدم واحد المستوى، تبان لك انا بان العمل ديال المكسب ديالو بانه قايمين بواحد العمل الكبير قليل. تنظر بان بزاف الفرق اللي صعدوا عاودوا هبطوا ولكن ما بقاش استمراريه. تنظر مع الفرق اللي بقات استمراريه ديالهم العمل تيبين لك بانهم راه الناس المسؤولين تيشتغلوا بواحد الجديه. شنا اليوم المباراه كانت تنافسيه بالفريقين، ريتم زوين، اداء زوين، المباراه كانت مفتوحه، ما عرفناش الفريق اللي غيفوز المباراه. يعني اللي غيفوز كون اي فريق فاز في المباراه كنقولوا له مبروك لانك قدمتي مستوى كبير، ولكن تنظر بانها خرجت بتعادل لمنطقه بالفريقين. اكيد ان نتيجه التعادل كانت مرضيه بالنسبه للفريقين، رغم ان ربما سيري واتزام كان الاقرب للفوز بهذا اللقاء. كان اقرب ولكن ما خصوش نقول بان برشيد ما نزلوش يديهم. صحيح. بقاو كما تنقولوا احنا مامنين بالقدرات ديالهم، بقاو ضاربين في المباراه، خرجوا منهزمين بشكل اول. وغير المدرب، دار تغييرات في غير طريقه اللعب في المباراه، من ما كان لعب 4 3 3 وحولها. تنظن بان الشغل ديال المدرب ديال برشيد تنظن بانه قايم بالعمل الكبير. تنتمنى له الاستمراريه لانه مدرب كفء ومدرب وطني اللي شاب، وتنتمنى له ان شاء الله مسيره موفقه. صحيح. بالعوده بالعوده سي محمد لبعض التعليق ديال المشاهدين الكرام عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عبد الرحيم يقول انا اللي عجبني في الماتش هو ملعب ادرار. اكيد انا ملعب ادرار من ابرز الملاعب. زعما حد زوين المباراه عيانه ولا لا بالنسبه كاين اللي يقصد بزاف ديال القراءات. بزاف ديال القراءات. حنا نكونوا حسنيه وربما تينعجبوا. ها؟ تينعجبوا. اش عجب؟ تيران عجب. تيران عجب. ولا نفوس تيران؟ لا لا دالي، حنا نكونوا حسنيه اسمام. هذا عبد المطلب تيقول تابعت مباراه الزمامره وحسين اكادير، نظره الزمامره كان ممتاز، طيله المقابله، انتشار جيد وضياع فرص. اذا ضيعت فانتظر ان يسجل عليك. صحيح، انا هذه القاعده في تضيع بزاف غتسجل عليك. نعرفوا نظره الزمامره احنا ما قلناش ما كيقدمش، هو فريق متجانس، فريق يضم لاعبين مجربين، الحديث هنا عن النقاش، تي غزوي، وزوير الواصلي، مجموعه لائحه طويله لنهضه الزمامره، لكن ربما الفريق تخونه النتائج. من طرف النتائج تخونه تاقلهم باللاعبين بعضياتهم، لانه كل ما عرفناهم جايين من فرق كما تنقولوا، كل واحد الثقافه اللي جاي بها من الفريق ديالو. بحال النقاش جايب ثقافه ديال الانتصارات، لانه عرفنا بانه دا بزاف ديال الالقاب. هو تيغزو لاعب اخر اللي خصو يتاقلم ويدخل مع دوك اللاعبين. صعيبه باش تكون عندك واحد خمسه ديال اللاعبين المجربين وتدخلهم في فريق واحد، يعني خص الوقت الفريق باش ينسجموا بيناتهم. صحيح، واكيد ان الوقت هو عامل كبير بالنسبه لاي نادي، وهذا الشيء اللي لاحظنا سي محمد. فمن عطينا الوقت مثلا لبعض المدربين اللي عندهم كفاءه، فهم بينوا لانه العمل ديالهم ولا توش ديالهم بانت سي محمد على الانديه. انا كنت تحدثت على جوج ديال الانديه خصوصا، وشفت برشيد اللي استفاد من التوقف، وكذلك حسنت اكادير. هي الاستمراريه اهم حاجه. تاع الفرق هذو بان برشيد بقى عندهم نفس المدرب اللي بدا به تنظن السنه، على ما اظن انه بدا السنه من الاول، ولكن لا الاولى من الدور الاولى كان برشيد جابوا المدرب اللي كاين حاليا. انا كنعرف الاسم باش الاسم ديالو انا غنذكره نقول لك. كان جا سكيلاتشي، تعرف حنا بغيت نقول اللقب ديالو. سكيلاتشي ماشي اللقب ديالو، هذا راه كان تيقول الجمهور ديال الراجل. صحيح، سكيلاتشي هو لاعب كان كبير. سكيلاتشي بزاف الناس تعرفوش على. صحيح، انا دابا مابقاش كنسمع سكيلاتشي مشات لي سميتو. دونك سكيلاتشي جا صحيح، جا بعد ما فك النادي الارتباط ديالو بواحد الاطار اللي كذلك عنده كفاءة كبيرة. الحديث هنا على فريد شوشان المدرب التونسي الذي اشتغل مدربا مساعدا في فريق الوداد الرياضي، وكذلك اشتغل مع يوسف برشيد ونجم الساحلي التونسي. فمن مشى لفريد شوشان جاب بلاصتو سكيلاتشي واللي بقى مع الفريق الى يومنا. هو سكيلاتشي اللي خصو يعرفوا الناس كان من احسن اللاعبين اللي كانوا في المغرب. صحيح، لاعب عليم عليم ديال كرة القدم، لعب في الرجاء في العز ديالها، وكان المكانة ديالو فريق الرجاء البيضاوي. وود برشيد تنظن بانه دابا خدا البديل، عطى الرئيس البديل باش ياخذ الفريق، والحمد لله راه غادي بواحد النتائج اللي ايجابيه، وتنشوف بانه مقدم مستويات كبيره. تنتمنى له حظ موفق.
صحيح كل توفيق لسكيلاتشي احد ابرز النجوم واللاعبين المغاربه اللي لعبوا رفقه فريق الرجاء الرياضي وتالقوا مع هذا النادي. كل توفيق له لفريق يوسفيه برشيد اللي كيشرف على التدريب ديالو. 3 مباريات اخرى مبرمجه على يعني نفس الجوله، الجوله الثامنه يوم غد الاحد محمد، اولمبيك اسافي، الفريق اللي يقدم نتائج كبيره رغم عدم وجود المدرب الاطار الوطني عبد الهادي سكيتش، هو اللي كتبع له كل الشفاء والشفاء العاجل لهذا الاطار. يواجه فريق غادي المقياس ديالو بحالو بحال الزمامره، كاين فريق قوي تشكيله متجانسه لكن النتائج كتخونو اللي هو فريق فتح الرباطي. غدا غنشوفوا لقاء ديال الفتح الرباطي اللي غادي يحل ضيف ثقيل على فريق اولمبيك اسفي بملعب المسيره هناك باسفي. وتنظم مباراه ديال المتناقضات، فريق اللي تنقولوا بانه بعد توقف رجع بواحد المستوى كبير، تقريبا المباريات كل ملعب وما نهزمش فيهم، مقدم مستويات كبيره رغم غياب المدرب سكيتي ويلس من اللي التحنا بالمناسبه الشفاء ان شاء الله ورجع للميادين ورجع للعائله ديالو. تنقولوا بان من اسفي مقدم واحد المستويات كبيره، تبان واحد الانسجام بين اللاعبين، اداء اللي كبير. واش نقدروا نقولوا واش لاعبين بلا ضغط ما كاينش المدرب؟ ما نقدروش نقولوها، ولكن تنقولوا بان المدير الرياضي والمدير التقني قايم بعمل كبير، قايم بعمل جبار. حتى هو خصنا نحسبوا ليه بانه راه العمل ديالو بدا تيبان على ارضيه الملعب. لاعبين ضد فريق الفتح اللي تنقولوا بانه خارج من الازمه ديال النتائج اللي بغينا نقولوها، بان بعد التوقف من فاز بمباراه تيبين لك بانهم غاديين في واحد الخط تنازلي. تنضرب هذه المقابله الفتح ما عندوش خيار اخر من غير الفوز، لعب مع فريق اللي تا هو باغي يفوز باش يعمل الامن في سلم الترتيب. الفتح تنظن بان بهذه النتائج هادو عنده ضغط في هذه المباراه، لان ما عندهاش خيار اخر من غير الفوز تقدم مستويات كبيره، لان الظروف كلها مجرد لاعبين. واخا ما كاينش الضغط بزاف على اللاعبين كما تنقولوا حنا، فاش نقولوا ما كاينش الضغط على الفتح ما نقولوش الناس ما عندهمش الجمال، عندهم الجمال ولكن ما كاينش ذاك الضغط بحال الفرق الاخرى. صحيح، لان عندك واحد الضغط كبير. الفتح كما تنقولوا تيشتغلوا بواحد الاريحيه، اللاعبين المسؤولين عارفين الطريق ديالهم كما تنقولوا هنا، عندهم الاستمراريه، ولكن تنظن النتائج تيزعزعوا الاستقرار ديال الفريق. صحيح، مباراه اخرى سي محمد اللي غتكون الثانيه يوم غد الاحد، غتجمع بين اتحاد طنجه المنهزم امام فريق الرجاء الرياضي في الدوره الماضيه، وكذلك غادي يواجه فريق انهزمته في الدوره الماضيه. الحديث هنا على وجده اللي كان هازم امام فريق الجيش الملكي، جوج او مباراه ديال جوج ديال الانديه رجعوا من نتائج سلبيه في الدوره الاخيره. واتحاد طنجه تنظر بانه قبل التوقف كان مقدم واحد المستويات كبيره، لاعبين عندهم كما تنقولوا لقاو طريقه اللعب والتفاهم بين اللاعبين. شفناهم بانهم قدموا مباريات كبيره، ولكن من مورا التوقف تنشوف ان ما لقاوش كما تنقولوا حنا ديك اللمسه الاخيره، ديما عندهم مشكله في اللمسه الاخيره توصل للبوطو ولكن ما تيسجلوش. تنظر بعد الهزيمه هذه لعب مع وجده اللي خارجه كما تنقولوا من هزيمه في اخر الترتيب ديال البطوله، تنظن بان مباراه تكون قويه والفرق بجوجهم غير ضربوا 3 بوان، لان ما عندكش البعدين غير 3 بوان. صحيح، ونتمنوا نشوفوا مقابله اللي في المستوى التطلعات الجماعه المغربيه. كنعرفوا ان اتحاد طنجه وفرق مدة وجده عاده ما كتكون هذه المباراه قويه على المستوى البطوله الاحترافيه. ومن طبيعه الحال هي ما خصش تكون ذاك التخوف، لان في بدايه السنه كل فريق خصو يجمع 3 بوان. دابا تنعرف على المدربين بان احنا وصلنا في المغرب لهاد الاقالات ديال المدربين، المدربين كلهم كنقولوا خايفين على الاماكن ديالهم. كنت نظن في اول بطوله خصك تدعم وتخرج تلعب الكره، لان دابا خصك تجمع النقاط، دابا خصك تقدم الاداء الكبير، دابا خص اللاعبين يثقوا في راسهم، دابا خص اللاعبين يلقاو انسجام في البدايه ديال البطوله، لان من بعد ما كما تنقولوا من بعد في الرتور غيولوا مباراه صعيبه ولا مباراه ديال الحسابات. صحيح، ان اي فريق فهو مطالب انه يحصد مجموعه من النقاط في دور الذهاب. كنعرفوا ان الدور ديال الاياب ما تكونش مباراه مفتوحه، وربما اي فريق يخاف انه يخسر اي نقطه. ودابا كما تنقولوا لان الفرق كلهم تيخرجوا يلعبوا الكره، كلشي الفرق بغاني يفوزوا، كل المدربين بغاو يبينوا على الخطط ديالهم مع اللاعبين، فين وصلوا اللاعبين بهضم الطريقه ديال اللعب ديالهم، تيلعبوا لعب هجومي مع الاحتمال، ديما لعب هجومي ولكن ديما مع كما تنقولوا الاحتفاظ نتيجه الاهداف، ولكن خصنا نشوفوا الاسم اللي طالع، الاسم اللي كبير، نشوفوا اهداف، نشوفوا بزاف ديال الاشياء، لان من وراء هذه فاش توصل الدوره 15 راه كل فريق تيجلس وتيبقى يشوف حسابات، يشوف التنقيط اللي وصل ليه، وديك الساعه تيبقى يلعب مباريات، يبقى يجي المباريات ديالو كما بغى. تنتمنى بان المباريات في الدوره هذه ان شاء الله يكونوا في المستوى الكبير. اكيد، وغاد الجوله غتختم بمباراه كبيره تسلط عليها الاضواء
بين فريق الرجاء الرياضي وفريق الدفاع الحسني الجديد. ومباراة ديما تتكون مباراة قوية وديما تكون فيها مباراة أهداف، نعرفوا اليد ديال بين الفريقين، لأن نقدر نقول أنا كلاسيكو ديال الكازا دوكالا، لأن ديما تيكون فيها النجوم في الفريقين تيلعبوا في الفريقين صحيح الجوج. الجديدة خارجة كما تنقولوا حنا بالنتائج الإيجابية، جوج مباريات فازوا بهم، الرجاء هي خارجة بنتائج إيجابية فازوا بالمباراة الأخيرة. تنظر أنا المورال عند اللاعبين بجوج، ديما مباراة تكون فيها الفرجة، تنعرفوا فريق الرجاء البيضاوي درى عهده أنهم فريق اللي كما تنقولوا فريق ديال الفرجة، جديدة حتى هي فريق ديال الفرجة. تتمنى إن شاء الله نشوفوا مباراة كبيرة ومباراة اللي ترضي الجماهير. صحيح، ونتمنوا سي محمد ان المباراة تاع غدا نشوفوا فيهم اهداف عكس ربما المباراة تاع اليوم والبارح، فدائما كنبقاو في 1-0 1-1. وتنتمنى ان شاء الله، لان كما قلت لك عندنا مشكل في نهائي انهاء الهجمات، لان البارح شفت المباراه ديال المغرب الفاسي وتطوان، تنظر في الشوط الاول كان خرج واحد جوج اهداف ولا ثلاثه تماركاو ثلاثه ثلاثه جوج اهداف اللي واضحين للتسجيل وضيعوهم بواحد البشاعه. تنظر بان خصنا التركيز امام المرمى، لان اهداف هما تعطيو الحلاوه ديال المباراه. صحيح سي محمد، ربما الوقت المخصص للبرنامج انتهى. قبل الختم كنبغي نشكركم انتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، والشكر موصول كذلك محمد ارمو من محلل القناه، وكذلك لجنود خفاء طاقم قناه شوف تي في اللي امنوا هذا البث المباشر تحت اشراف المخرج الشاب عفوا صلاح الدين السعيدي. مشاهدي الكرام نلقاكم يوم غد الاحد باذن الله تعالى على حساب نفس البرنامج، برنامجكم بروبليم رياضي، وعلى حساب نفس قناتكم شوف تي في. الى ذلك الحين تقبلوا مني انا محمد رضا، اطيب المنى.